بس اهم حاجه القوه الخارقه اللي في ايدي هي دي قوه سوبرمان. يا سلام انا بقيت سوبرمان، انا هطير دلوقتي يا بابا، ودلوقتي انا طاير ورب النعمه ما اسيبه. طبعا كلكم هتقولوا لي دلوقتي يا ابو علي انت غيرت اللبس بتاعك ليه؟ ايوه اللبس بتاعي كان لونه اخضر، انا دلوقتي خليت اللبس بنفسجي، لان اخر مره طبعا انتوا عارفين لما انا رحت لعيله سبايدر مان وقضيت معاها يوم حصل لي مشاكل كتير قوي، واللي ما شافش الفيديو يروح يشوف الفيديو ويعمل لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. ودلوقتي بقى خطتنا ان احنا نروح للراجل اللي هو في المطعم ده، طبعا كلكم عارفينه هو اللي بيبعتني للعيال، فانا قضيت يوم مع عائلة سبايدر مان جننوني جننوني وحصل فيها مشاكل كتير، لما هتشوفوا الفيديو هتعرفوا انا ليه فعلا غيرت اللبس. ودلوقتي خطتي ان انا اروح للراجل ده عشان اشوف عيلة تانية، يلا بينا. يا سلام انا وصلت بقى المدينة، حلوة قوي ليه النهاردة؟ هو فين الراجل العجوز ده؟ كل مرة اخش له كده. ايوه اهو يا عمو، ينفع كده يا عمو يا عجوز انت؟ يعني عيب على سنك لما تضحك على ولد صغنن وتبعته كده عند عيلة سبايدر مان. ومالها بقى عيلة سبايدر مان؟ مش عاجبك بقى عيلة سبايدر مان الاسطورية الخارقة؟ مش عاجبك يا عم؟ انا ما قلتش حاجة على عيلة سبايدر مان، بس انا هقول لك يا عمو، يعني انا عيلة سبايدر مان يرضيك كده يخلوني امسك العنكبوت؟ مسكت العنكبوت بايدي يا عمو. ايوه يرضيني. ايه ده يرضيك؟ خلاص بقى ده انت يعني انت باين عليك ان انت بجح وعايز تكسفني. بتقول ايه يا وائل؟ لا 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 يا عمو بص انا ما بقولش حاجه، بقول لك شعرك ده حلو قوي. ايه ده انت مش شعرك كان ابيض يا عمو؟ انت عارف بقى يعني انا لسه بقى صبغه، فقلت بقى يعني لا. انت مالك انت اساسا؟ انت مالك بشعري؟ ماشي يا عمو اصبغ براحتك بقى، بس على فكره انت بتقلدني ومش اي حد يبقى شعره اصفر، فانا شعري اصفريكه واحسن منك. انت واد بتضايقني، ما تخلينيش بص اروح ادخل الحمام اللي ورايا ده اجيب جرد البويه اللي جوه اكب عليه اخلوه لك يبقى شبه علبه الالوان. لا 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 ولا جرد البويه ولا بتاع. بص يا عمو انت عندك عيال ايه طيب؟ عشان انا بص خلاص تعبت بصراحه، عايز عيله تريحني. طيب بص يا حبيبي انا ابعتك لعيله حلوه قوي، عيله سوبرمان، بس في حاجه مهمه اوعى تعملها. حاجه مهمه؟ يا نهار ابيض، ايه المهم ده؟ طيب حسك عينك تاكل اي اندومي عند سوبرمان، فاهم؟ ماشي يا عمو مش هاكل اندومي، ماشي مع ان انا بحبه قوي. طيب هات العنوان. خد العنوان اهو. انا تعبت من كتر المشي. ايه ده؟ ده عيلة سوبرمان ساكنه في مكان حلو قوي، يا رب بقى عيلة سوبرمان تعجبني بقى، خليني بسرعه عشان اروح هناك. ايه ده؟ امه فين بيتخانقوا ولا ايه؟ انت الغلطانه، كل الحاجات دي المفروض ما كانتش تحصل. انت لو تسمعي كلامي ما كانش حصل اللي حصل. ايوه صح، شفتي اهو الكابتن بيتكلم معايا اهو، متفق مع كلامي. ايوه انا متفق مع كلامك فعلا، كله كلامك صح. وكمان بص عندك مزروع في الجنينه. هو مين ده اللي مزروع في الجنينه؟ مش عارف. المهم انت كمل كمل حضرتك. ماشي، انت يا سوبر منايا لو كنت سمعت كلامي وقتها ما كانش حصل اللي حصل. انا مش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل، بس خليني واقف. خلاص يا بابا ما كانش لازم تعمل كده مع ماما. اسكت يا واد، انت مامتك غلطت وانا لازم اعرفها غلطها، انت كمان هتتعاقب. يا نهار ابيض، ده سوبرمان بيعاقب ابنه وبيعاقب ماما كمان. صح يا كابتن، مش انت متفق مع كلامي؟ طبعا طبعا، بص كل كلامك صح حضرتك. ايوه انا كلامي صح، وعشان كده بقى يا سوبرمانايه لازم تصلحي غلطتك. يلا روحي. ايه ده؟ ايه يا ماما راحت فين؟ انا ماليش دعوه، ماليش دعوه باي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. انت مين يا ابني؟ يا عمو انا لسه انا اللي كنت واقف معاك دلوقتي. ايوه انت اللي كنت متفق مع قراراتي. ماشي، ما قلتليش برضو انت مين. يا عمو انا اللي بعتني الراجل العجوز ليكو. ايه ده انت بتنط فيه شوكه جت في رجلك ولا ايه؟ مالكش دعوة، دي التمارين الصباحية. صباحية احنا لسه بالليل. انت مالك يا واد؟ ماشي ماشي. ايه ده هو ازعى ده يبقى اخويا؟ اخوك؟ اخوك مين يا ابني؟ احنا لسه معرفناش انت مين. يا عمو انا اللي بعتني العجوز عشان تتبنوني. ايوه انت الواد الكوتوموتو. ايه ده كوتوموتو؟ ايه الكوتوموتو دي؟ انت الواد الكوتوموتو ابو شعر اصفر اللي كل الناس بتضربك. ايه ده؟ يعني انتوا اللي شعركم اسود؟ ما انتوا شعركم اصفر انتوا كمان. ايوه بس احنا ما بنتضربش، انت اللي بتتضرب. ايوه صح انا اللي بتضرب. ماشي يا عمو انا بقى يا واد انا مش عمو انا بابا، انا هتبناك. هو بس اللي انا عايز افهمه انا ما اعرفش ايه اللي حصل، وعايز اعرف ماما راحت فين. ماما راحت تتخانق، لازم تجيب حقها.
ايه ده راحت تتخانق؟ امال انتوا بتعملوا ايه هنا في البيت؟ لا ما احنا مش هنتخانق معاها عشان هي اللي غلطانه. طب انا البدله بتاعتي فين بقى عشان بص محدش يضربني تاني يا بابا؟ عشان بص بقى عايز امسك العيال بيه وبيه واضربهم بقى عشان محدش يضربني تاني عشان انا غلبان. انا هديك البدله بتاعتك يا سوبرمان اوزعى. يلا انت اطلع على اوضتك والواد اوزعى يجيب لك البدله. ماشي يا بابا هستناكم فوق. انا ماشي ما اعرفش اي. طب ثواني يا بابا، هي ماما راحت فين بس معلش؟ ايه ماما راحت تتخانق. ماشي يا بابا انا ما اعرفش اي حاجه بس ماليش دعوه. طب يلا بقى انا هطلع بقى على اوضتي. انا ما اعرفش اي حاجه من اللي بتحصل. ماما راحت تتخانق وراحت تتخانق ليه ومع مين؟ انا ما اعرفش اي حاجه. خليني بقى استكشف الاوضه دي. ايه ده؟ ايه الكرتونه اللي هناك دي؟ انا لازم اشوفها. الكرتونه دي طالع منها ريحه حلوه قوي. معقوله الكرتونه دي ريحتها اندومي؟ اكيد هي دي فيها اندومي. انا لازم افتح بقى الاندومي ده وادوقه، ده اكيد طعمه حلو. انا مش مصدق الاندومي ده طعمه حلو قوي. انت واد يا اوزعة، الواد الكوتوموتو اللي فوق ده هو احنا هنتبناه وهيبقى اخوك، عشان كده انت لازم تطلع تديله البدلة. ماشي يا سوبرمان اوزعة؟ ماشي يا بابا، بس احنا يا بابا المفروض كنا نساعد سوبرمان. يا ماما انت سبتها تروح لوحدها. عموما انت اطلع ادي البدلة الخارقة لاخوك الكوتوموتو ده هو. وبعدين يا اوزعة يلا انت كمان عشان تروح تساعد مامتك، لان انا ما ينفعش اروح لان لازم اعرفها ان هي اللي غلطانة. ماشي يا بابا. بابا انا هساعد ماما. كده يا سوبرمان يا حبيبتي، الغلطة اللي انت عملتيها دي انا مش هسامحك عليها ابدا. انا ما بقتش قادر اخد نفسي من كتر الاندومي اللي انا اكلته ده. انا اكلت الكرتونة كلها، بس ده اندومي طعمه حلو قوي. ايه ده؟ سوبرمان اوزع اخويا. يلا اخر كيس خلينا ناكله. كنت عم نكلت كل حاجة كده خلاص. يا اوزعة فين البدلة بتاعتي؟ يا نهارك اسود، انت كلت الاندومي كله؟ ايوة يا اوزعة، الاندومي ده طعمه حلو بصراحة وانا بموت في الاندومي عشان كده كلته كله. ده انت يومك مش فايت، انا كنت جاي اديلك البدلة عشان تاخدها وتعرف قوتك الخارقة عشان تساعدنا. ده انت هيطلع عينك. هيطلع عيني؟ يطلع عيني ازاي يا اوزعة؟ اوزعة فين؟ ده اوزعة بيتبخ. يا واد يا اوزعة. ايوة روح هات البدلة يلا بسرعة. يطلع عيني ازاي يا اوزعة انت؟ الله عليك الله عليك يا اوزعة يا اخويا، اداني البدلة بتاعت سوبرمان، بقى عندي قوة خارقة رهيبة. واو بصوا ايدي بتطلع ايه؟ بتطلع نار، بس نار ايه؟ نار خارقة اسطورية. دي بقى اللي انا اقدر اضرب بيها الاعداء وكده بقى اكون قوي. ابو علي القوي محدش يقدر يضربه. الله عليك يا اوزعة. ايوه اديتك البدلة، بس انت بص هيحصل لك حاجات مش هقول لك عليها دلوقتي. ايه ده؟ الواد ده عمال يقول حاجات غريبة كده ليه؟ يا عم بص انا محدش يقدر يعمل لي حاجة لان انا عندي قوة خارقة بص رهيبة. يا سلام على القوة. ايه ده؟ اوزعة طب بس انا عايز اطير يا اوزعة، ازاي اقدر اطير؟ لا الطيران لازم تقول كلام سري ولازم تفعله، لان انت البدلة مش متفعل فيها القوة الخارقة للطيران. ايه ده؟ هو انت يا اوزعة عارف الكلام السري ده؟ ايوه انا عارف كل حاجة وبقدر اطير. ايه ده انت بتتشقلب كده اوزعة؟ انت مش بتطير. ايوه ما انا عارف ان انا بتشقلب، دي حركة، لكن انا بقدر اطير في الجو. ايوه ماشي يا اوزعة، بس انا عايز اطير يا اوزعة، ما تقولي الكلام السري ده. طيب ما اقدرش، بابا يعضني. بابا يعضك ليه يا عم؟ هو ايه؟ لا لا خلاص. الله عليك يا اوزعة جامد، انا مش عارف اقول لك ايه على القوة الخارقة الرهيبة دي. انا دلوقتي لازم امشي. ايه ده لازم تمشي يا اوزعة؟ هتروح فين؟ لازم اساعد ماما. ايه ده؟ ايوه صح يا اوزعة، هي ماما راحت فين بجد؟ ما هو بابا قال لك مش ماما معاها خناقة. ايه اللي ماما معاها خناقة دي؟ ايه ماما معاها خناقة؟ والمفروض ان احنا نساعد ماما، بس انا الوحيد اللي اروح. ماشي يا اوزعة يلا روح بقى ساعد ماما بسرعة، اوعى يحصل حاجة لماما. يلا باي. الله يخرب بيتك يا اوزعة، ده بيعمل جنب عالي قوي. شفت بقى سوبرمانايا، انا قلتلكم ما تتحدونيش، لازم سوبرمان يعرف الكلام ده. انا حرامي ومحدش يوقفني عند شغلي، زي ما انتوا بتدافعوا عن المدينة انا لازم اخرب المدينة. يا نار ابيض، ده ماما اتمسكت معرفتش تكسب الخناقة. انا لازم اقول لبابا على كل حاجة، لازم يجي يساعد ماما، هو واخويا الكبير اللابل ده، انا لازم اقول لهم. انا بقالي ساعة عمال الف في الدور التاني اللي فوق ده ان انا استكشف اي حاجة، وخايف انزل لبابا تحت، بس انا لازم انزل بقى، اصل هو عاقب ماما وعاقب ايه ده؟
ده بابا غلبان اهو بيرش الزرع. بابا نعم. انت مين؟ انت الواد الجديد الكوتوموتو؟ يا بابا الكوتوموتو دي يا بابا، انا بص يا بابا خارج بقى، انا بقى معايا بدله سوبرمان وعندي قوه خارقه في ايدي وكمان ممكن اطير. ممكن تطير؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو الواد اوزعه؟ ايوه يا بابا قال لي. وقال لك الكلمه السريه للطيران؟ لا يا بابا ما قاليش حاجه للطيران، بس اهم حاجه القوه الخارقه اللي في ايدي هي دي قوه سوبرمان. يا سلام انا بقيت سوبرمان، انا هطير دلوقتي يا بابا. تطير ازاي يا واد؟ انت ما تعرفش الكلمه السريه. طب ما تقول لي عليها طيب يا بابا عشان اطير. استنى بس لما مامتك ترجع من الخناقه. يا بابا ايه ماما ترجع يا بابا؟ ماما بتتخانق مع مين يا بابا؟ لازم تصلح الغلطه اللي عملتها. غلطه؟ غلطه ايه دي يا بابا اللي انت بتعاقب عليها ماما؟ ما تقول لي طيب. انت هتعرف كل حاجه بس مش دلوقتي. عموما اخوك اوزع راح يساعدها. ماشي يا بابا، اهم حاجه ان انا بقى هبقى اعرف. ايه ده اوزع جه يا بابا؟ هو فين يا واد؟ يا بابا جه وراك اهو يا بابا، انت مش شايفه؟ اهو وراك اهو. ايوه يا اوزع، عملت ايه يا حبيبي؟ طمني. ماما خلصت الخناقه؟ كله تمام؟ لا يا بابا، ماما اتخطفت. مقشه خطفها. ايه ده مقشه خطف ماما؟ ازاي مقشه المطبخ قصدكوا؟ اخرس انت. ده ماما اتمسكت. الله، سوبر مانايا تتمسك؟ سوبر مانايا يا حبيبتي اتمسكت؟ مامتكم اتخطفت يا رجاله؟ احنا لازم نروح الخناقه دقيقا وناخد حق مامتكو. ايه ده خناقه وناخد؟ انا جاهز لاي خناقه يا بابا، انا لازم اخد حق ماما. يلا بينا يا رجاله. سوبرمان الكوتوموتو. نعم يا بابا. سوبرمان اوزعه. نعم يا بابا. سوبرمان انا. يلا بينا يا رجاله. يلا يا بابا انا جاهز. يلا يا بابا. يلا بينا نروح الخناقه دي. يلا بابا انت خايف ولا ايه؟ انت ايه انسحبت من الخناقه؟ انا جاي يا واد، مش انا اللي انسحب من الخناقه. شايف الشقلباز؟ اصحى بابا بقى، ده انت شقلبازاتك ايه يا عالمي؟ ايوه يا واد انا كبير في السن بس اوعى. خلاص وصلنا يا اوزع بقى. اقفينا اوعى تتحرك. ماشي ماشي يا اوزع. ايه يا بابا انت بتتاخر ليه يا بابا؟ انا مش عارف ليه حاسك خايف يا بابا. انا خايف يا واد. واد يا اوزع كل واحد يغير مكانه. انت اوزع تلف من فوق، وانت كوتموتو ابو شعر اصفر. ايوه يا بابا. انت بص تلف من ورا الواد، لازم نمسك مقشه. مقشه؟ طب انا اجيب مقشه منين يا بابا؟ انا كنت في البيت، ليه ما قلتش طيب؟ يا واد يا غبي، اللي خاطف مامتك اسمه مقشه. ايه ده الاسم الديجيتال ده؟ اسمه مقشة؟ انت بتضحك يا غبي؟ مامتك خسرت في الخناقة ومخطوفة وبتضحك؟ يا بابا ما اصل الاسم يضحك قوي بصراحة، في حد اسمه مقشة في الدنيا؟ طب ده لما بيجي يمسك مقشة بقى بيقول ايه؟ مقشة ماسك مقشة؟ والله ما عارف بيقول ايه ده. انت واد يا غبي. نعم يا بابا نعم. يلا بينا عشان ننقذ مامتك. ماشي يا بابا ماشي. مش هتقولوا لي طيب ايه السبب بتاع الخناقه ده؟ لما ننقذها هقول لك على كل حاجه. كل واحد على مكانه، يلا انتشروا. حاضر يا بابا انا ماشي اهو. يلا بقى عشان ننقذ ماما لازم الف من هنا كده، لان مقشه اللي خاطف ماما هو المفروض انه واقف من ورا. خليني بقى اروح بسرعه. ايوه هو ده الباب. يا سلام عليا. ايوه ده خطه بابا ناجحه قوي. فين ايوه مقشه هناك اهو. يا اوزعه ده بابا واقف هناك. ايوه بابا واقف هناك. انا مش عارف ليه اوزعه حاسس ان بابا ده جبان. لا اوعى تقول كده، ده انت تاكل ضرب. ايه ده اكل ضرب ليه يا اوزعه؟ اتعرف كل حاجه بعدين، ده انا اقعد اضحك عليك قوي. ايه ده تضحك عليا؟ طب يلا نكذب ماما الاول. خليني بروح للمقشه. ايوه تعالى يا مقشه، امسك يا مقشه. امسك. ايه يا بابا ده يا بابا؟ انت جاي بتاكل ايس كريم؟ ايوه يا واد باكل ايس كريم. اهم حاجه ان انا كنت باصص عليكم، دي كفايه. وانت يا سوبر منايا نقزناكي. ايوه يا ماما نقزناكي يا ماما. يلا قومي بقى، اديكي كسبتي في الخناقه. مش هي دي الخناقه يا بابا؟ ايوه هي دي الخناقه. طب يا بابا انا المفروض ان انا اعرف ايه سبب الخناقه؟ الراجل ده عمل ايه عشان انتوا تضربوه كده؟ انا اقول لك يا سيدي، يرضيك يرضيك اكون في السينما انا ومامتك ونبقى قاعدين ومعانا الواد اوزع الصغنن ده. اوزع اخويا؟ ايوه. وسوبر منايا تطلع الاوضه بتاعتي وتسرق من الكرتونه كيس اندومي وتديه للواد اوزع، ويجي الحرامي المعفن ده هو يسرق الكيس الاندومي من عندي، ده انا اكسر الدنيا. يا نهار اسود، كيس اندومي من اوضتك؟ ايوه انا شايل كرتونه اندومي في الاوضه عندي بطعم اللحمه والفراخ. يا نهار ابيض، شايل كرتونه اندومي. إيه طب ربنا يعوض عليك بقى بابا، انا لازم امشي بقى. سامو عليكو. سامو عليكو فين يا واد؟ مش انت ابني وانا اتبنيتك؟ لا يا بابا ما انا مش عجباني الاسره دي، انا لازم امشي. مفيش مشان، انت هتفضل معانا هنا. بابا
بص يا بابا بقى انا اقول لك. اسكت يا اوزع، اسكت يا اوزع، ما تقولش حاجه. لا انا لازم اقول، لازم اشوفك وانت بتتضرب يا بابا. يا اوزع اسكت. ايه يا واد في ايه؟ وانت مش عايزه يتكلم ليه؟ لا 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 مفيش حاجه. يا نار يا حوز، ده انا اكل ضرب لما الحرمي ده كل ضرب عشان كيس اندومي. امال انا هيتعمل فيا ايه؟ يتعمل فيك ايه؟ انت عملت ايه يا واد؟ انا اقول لك يا بابا، الواد كنت موتو ده قال لك الكرتونه بتاعت الاندومي كلها. يا نهارك اسود، كلت كرتونه الاندومي كلها. محدش يمسكني يا جدعان، سيبوني انا لازم اكسر راسه. يا نار اسود تكسر راسي. لا بص انا لازم اجري. لا 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 يا بابا لازم اجري، عايز يضربني عشان اندومي، ده مجنون. سوبر بنايا يلا بسرعه روح امسك الواد ده، هو لازم يجي. هاتي يا سوبر منايا، يا سوبر مان اوزعى. نعم يا بابا. يلا بسرعة هات الواد ده اول. قادر يا بابا. وانا لازم اطير ادور عليه، مش هسيبه. ودلوقتي انا طاير، لازم ادور على الواد ده اول. يا كل كرتونة الاندومي ورب النعمة ما اسيبه. انا عملوا فيا كده عشان كيس اندومي. الواد بقى اللي كان الكرتونه ده يحصل فيه ايه؟ ده ليلته سودا. انا لازم اجري بقى، ده انا يطلع عيني. يا نهار ابيض، طب اروح فين دلوقتي؟ انا مش عارف اروح فين. ايه ده؟ اوزع اخويا حبيبي. يا اوزع قول لي بسرعه، يا اوزع خلينا اهرب من بابا. انا قلت لك ان انت تاكل ضرب، رايح تاكل كرتونه الاندومي بتاعت بابا، ده هياكلك علقه. ده طار وبيدور عليك. يا نهار اسود، ده طار وبيدور عليا. طب يا اوزع قول لي يلا ازاي افعل الطيران بسرعه. طيب قول ورايا. سوبرمان. سوبرمان بياكل بتنجان. بياكل بتنجان. بتنجان ايه يا عم، انت جاي تهزر معايا؟ قول بس. وبيحل بالرمان. وبيحل بالرمان. وبيفعل الخرقان. وبيفعل الخرقان. هو انا كده بقى خلاص بطير يا اوزع؟ هو انا طاير ولا لسه على الارض؟ لسه على الارض، لازم تطير بقى. لازم اطير. طب انا هطير فين يا حبيبي؟ بابا حبيبي بابا. نعم كرتونه الاندومي فين يا واد؟ كلتها في كرشك؟ ده انا اكسر راسك. والله انا مش مصدق، يعني كل الخناقه اللي حصلت دي مع ماما كله ده عشان كيس اندومي؟ انتوا مجانين، انتوا مجانين، عايزين تجننوني. ايوه يا حبيبي، دي كرتونه الاندومي بتاعتي يا واد، راح تاكلها كلها. ده انا بص هنتقم منك يا واد. يا اوزعه يلا بينا نضربه. تضربوني يا بابا؟ لا اقول لك. يا بابا عيني، عيني يا بابا، جاك قوي في عينك، ده انا اكسر راسك. خد دي. يا بابا عيني، ده انا هنتقم منك. نط عليه يا واد يا اوزع، اديله نط على بطنه خليه يطلع الاندومي. طلع يا واد الاندومي من كرشك.